منذ اعلان هذا المرسوم الذي انا الحقيقه حابب ان ديما نعطيه وصف سياسي هو مرسوم انتقامي دستوري غير دستوري قانوني غير قانوني الحقيقه ما بين الخليج والسادة المخلصين ولكن المرسوم هذايا مرسوم انتقامي بجد 65 شخص الى حدود منذ المرسوم 65 شخص تو محلين على مرسوم 54 هذوما الأشخاص اللي منظمة محمد بلا حدود وفرت لهم اللي عاملة موجودة مش اللي هاكا الحال على الأقل كنا مواطنين نجموا وصفوهم بأنهم قاعدين زوز نقابيين تسعة صحفيين زوز أخرين من 65 هذوما المحلين وعلينا مرسوم 54 أمام القضاء العسكري وهم مدنيون زوز منهم زادة نعرفش